اعزائي جماهير الاهلي العظيمه جماهير اعظم نادي في الكون اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك عاده الله علينا جميعا وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات النهارده مباراه مهمه هي كل مباريات النادي الاهلي مهمه هتلاقوني كل مباراه بقولها مباراه مهمه لان النادي الاهلي بيلعب على البطوله ماتش مهم جدا امام نادي الاتحاد السكندري في اسكندريه في الجوله رقم 26 من الدوري المصري الممتاز لكره القدم واللي هتتلعب في برج العرب. زي ما حضراتكم عارفين كل ماتشات النادي الاهلي الفتره اللي جايه ماتشات صعبه جدا لان كلها ماتشات مضغوطه والنادي الاهلي مطالب بالفوز في جميع مبارياته للعوده مره اخرى وخصوصا المؤجله. للعوده مره اخرى لقمه الدوري اللي هو مكانه المفضل والمحبب ليه ولجماهيره دايما. دايما النادي الاهلي بيلعب على المركز الاول بس لا مركز تاني ولا ثالث ولا عاشر ولا 11 ولا حاجه من الحاجات دي خالص احنا بنلعب على المركز الاول بنلعب على البطوله كل بطوله بنخشها بنلعب على البطوله بس خليني قبل ما ما ادخل في الماتش واتكلم في المباراه المهمه بتاعه النهارده لا في مواضيع اتفتحت عايزين نتكلم فيها لازم نتكلم فيها اول موضوع اللي بيتكلموا تاني وثالث وعاشر عن مؤجلات النادي الاهلي. وان النادي الاهلي لازم يلعب كل مؤجلاته لان النادي الاهلي كان بيتجامل. وكان النادي الاهلي كان مريح في البيت. كان النادي الاهلي كان مريح. وبقيه الانديه كانت بتلعب. يعني النادي الاهلي هو بس اللي كان بيتاجل مباريات. لانه ما كانش بيلعب. كانوا بيريحوا لعيبته بس اللي النادي الاهلي لاعب عن جميع الفرق ما يقرب عن 11 مباراه زياده من اول الموسم عن اي نادي حتى الان لو جينا للنادي الاهلي بتتكلم على 16 مباراه بس في الدوري اتلعبت كويس في الدوري فقط طب بقيه المسابقات جبناها لحضراتكم قبل كده بالارقام وبالتوقيتات وبعدد الايام. ما هو الاهلي كان بيلعب فين؟ في كاس السوبر الافريقي ودوري ابطال افريقيا والدوري الافريقي اللي هو المستحدث والسوبر المحلي في الامارات وكاس العالم للانديه في السعوديه وكاس مصر والدوري. واخد بال حضرتك كم البطولات؟ طيب لو جينا بقى على الانديه اللي بتقعد تتكلم وتقول لك انتوا بتجاملوا النادي الاهلي اصلا لازم النادي الاهلي يلعب مؤجلاته انا مش هلعب غير طب الانديه دي اللي بتتكلم لعبت في بطولتين بس منهم واحده افريقيه منهم واحده افريقيه واحده بس لعبوا كم ماتش زياده عن النادي الاهلي ماتشين بس لعبوا كم ماتش زياده عن النادي الاهلي اللي لعب في خمس ست مسابقات ماتشين بس طب هو بالعقل كده النادي الاهلي في الحاله دي هو اللي بيتأجل له ماتشات كتير؟ النادي الاهلي اللي لعب في سبع بطولات ولا اللي لعب في بطولتين بس متأجل له تقريبا تقريبا قد النادي الاهلي فرق ماتشين بس ده انا اللي اقول ده النادي الاهلي اللي يتكلم ليه؟ هو فيه ايه؟ فين بقى العدل في دي؟ ما احنا بنتكلم وناس بتضغط وناس بتهاجم عشان الناس تتعاطف مع... تتعاطف مع الخطا. تتعاطف مع الخطا وتقول لك بص النادي الاهلي النادي الاهلي ست بطولات النادي الاهلي مشارك فيها ومع ذلك الفريق اللي بيشتكي او اللي بيتكلم لعب اكتر من النادي الاهلي ماتشين ماتشين بالرغم ان هو لعب في بطولتين بس. بس والبطوله الثالثه شغاله الدوري فالناس اللي بتتكلم عن مؤجلات الاهلي لا ده الفريق الوحيد اللي دلوقتي حاليا في العالم في العالم بيلعب في الفتره دي كل ثلاثة ايام ماتش دوري مستمر نادي الاهلي بيلعب كل ثلاثة ايام مباراه طيب الناس بقى اللي تأجرت لها ماتشات من غير ما يكون عندهم ارتباطات تانية ما تكلموش ليه في الموضوع ده ليه سابوا عدد الماتشات ليه لأنهم شايفين الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية وراحوا الحتة بس بيتكلموا فيها يقول لك أصل النادي الأهلي ما لعبش بيراميدز لحد دلوقتي طب وهيلاعبوا في الدور التاني مرتين وكأن النادي الأهلي هو اللي بيختار كان النادي الاهلي قاعد مريح وبقيه الفرق بتلعب والنادي الاهلي بيختار الماتشات اللي يلعبها واللي ما يلعبهاش. خلاصه الامر خلاصه الامر ان النادي الاهلي وماتشاته وماتشاته مش هيكونوا شماعه لاي فريق.